اهلا بيكم. النهارده هنكمل مع بعض ان شاء الله الدرس التاني من الكاستم كومبوننت. النهارده هنشتغل على كاستم كومبوننت كونكشن. تمام، الكونكشن بتاعتنا عباره عن شيب بليت بيربط ما بين مين اند سكندري بيم، وفي الظهر هنا عندنا ستيفنر بليت. تمام، الحلقه بتاعتنا هتدور عن ان احنا نغير الاستيفنر بليت سيكنس، وسواء كان بيتعمل له كريشن او لا على حسب الارتفاع بتاع المين بيم. بس هو هنبتدي مع بعض نعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت، نكريت الكونكشن بتاعتنا. تمام، بسرعة وعملنا بايند لبعض النقط. تمام، الفكرة كلها دلوقتي ان البايندز اللي احنا عملناها دي هي بايند بتخدم الفيديو بتاعنا، هي مش اكزاكتلي البايند المطلوبة بالظبط، بس هي بتخدم الغرض بتاع الفيديو. تمام، الهدف بتاع الفيديو النهاردة ان احنا هنعمل حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا نخلي اليوزر يبتدي هو يتحكم في ان هو يعمل كرييشن للبوتس ديت، بحيث انه يختار الستاندرد بتاعها ويختار السايز بتاع البولت. تمام، الحاجة التانية ان يكون الكونكشن بتاعتي تبقى اوتوماتيك السكنس بتاع الشير بليت، وتبتدي تغير السكنس بتاع الشير بليت بتاعي بناء على الارتفاع بتاع المين بورد. تمام، بداية كده هنيجي نعمل edit custom component. تمام، وهاجي افتح الفاريبلز بتاعتي. انا دلوقتي عايز اليوزر بتاعي يتحكم في حاجتين، في البولت ستاندر وفي البولت سايز. فهاجي اعمل اد باراميتر كده. تمام، ادي اول باراميتر بتاعي بي 1. تمام، وادي له نيم بولت سايز. تمام، وهاجي اختار زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، هنيجي نختار ان ده البولت سايز بتاعي. اوكي، اختار ال value type. تمام، وهدي له قيمة هنا مثلا بولت سايز 20. ولاحظ في نقطة معينة ان هنا اول ما غيرت ال value type هو ادى البروفايل البولت البارامتر دوت، اداله بي 1 underscore diameter. ما تغيرش النيم دوت لان ده بيربط معانا بعد كده في الكتالوج بتاع البولت. تمام، هنيجي نعمل الحاجة التانية. تمام، هندي بارامتر تاني اللي هو البولت ستاندرد. نغير ال value type بتاعتي. تمام، وهسيب القيمة بتاعته او ان انا اغيره يجي مثلا 325 على حسب البولت ستاندرد بتاعي، او 8.8 اكس على حسب البولت ستاندرد اللي انت شغال بيه او الديفولت بتاعك. تمام، هنا في نقطة مهمة او في تريكة معينة لازم تاخد بالك منها، ان انت هنا بتبقى بارامتر بي 1 اندر سكور دايمتر وبارامتر بي 2 سكور ذن، لازم يكون الاتنين بارامتر دول بنفس الرقم. تمام، يبقى انا هاجي اغير ده كده اخلي دي بي 1. تمام، واجي هنا اعمل اساين للبارامترز ديت. هنيجي هنا نفتح كده، ننزل في الكاستم كومبوننت اوبجكت. تمام، وهنيجي هنلاقي البولتس اهيت، هاجي على الجنرال هلاقي عندي في البولت سايز اهوت. هاخد الاول البارامتر بتاعي كوبي النيم بتاعه بالظبط، اوكي، واقول له ده ايكول، وادي له النيم.
تشوفي البولت ستاند اب بتاعي هنا، تمام، واقفل واعمل كلوز سيف. اوكي، نيجي نعمل دبل كليك كده. هنا في هتلاقي البولت سايز بتاعك موجود والبولت ستاندرد، تقدر تختار اي ستاندرد انت محتاجه، وتقدر تغير البولت سايز بتاعتك من هنا موديفاي. تمام، هنا في بعض الباينز اللي احنا كنا عاملينها تقريبا ظهرت معانا او كنا معمول لها شوف، ممكن نخفيها عشان تبقى الكونكشن بتاعتنا واضحة. تمام، هنعمل شو اخوات هنا اهو. تمام كده، يبقى البارامتر بتاعتنا بس هي اللي ظهر. نقفل ونعمل سيف. تمام اوكي، كده زي ما اتفقنا، يبقى احنا كده خلينا اليوزر يقدر يتحكم في البولت سايز والبولت ستاندرد، وعرفنا التركه بتاعتنا اللي هي انه لازم يكون الاثنين فاريبل دولت بنفس النيم، وما غيرش النيم اللي هو تكلا بيغيره اللي هو بي اندر سكور 1 او اللي هو الدايمتر والسكور. تمام، الحاجه التانية اللي احنا محتاجين نعملها النهارده انه نخلي الشيب ليب بتاعنا دوت السيكنس بتاعه يتغير اوتوماتيك على حسب ارتفاع المين بيم بتاعنا. طيب دي نعملها ازاي؟ هنقول الاول الشرح للكونديشن بتاعنا اللي هو ايه، ان لو البروفايل هايت بتاعي اكبر من 500 بقول له استعمل شيب بليت مثلا بي ال مثلا 20، لو البروفايل هايت بتاعي اقل من 500 او مختلف عنه يعني، تمام اقل، يبقى احنا كده هنستخدم مثلا بليت سيكنس 10. الكلام ده نعمله ازاي؟ هنخش كده اديت كاستم كومبوننت اهوت، وهاجي اخش على البارامتر مره تانيه. اوكي، وهاجي ادخل بارامتر جديد اللي هو هيبقى اسمه بي 3 او بي 2، احنا كان دخلنا بي 1 هندخل بي 2. تمام، واجي ادخل هنا حاجه اسمها اف كونديشن. انا عندي في اكتر من لوجيكالي كونديشنز، وفي اكتر من كونديشن موجود في تيكلا، بس خلينا النهارده نبتدي بالاف كونديشن ونفهمها كويس عشان نقدر نكمل بقيه الكونديشنز بتاعت تيكلا. تمام، هنيجي نكتب اف كونديشن بتاعتنا، هناخد مثلا واحده جاهزه كده احنا دايما بنجهزها، بنبقى كوبي عندنا او كوبي، وباجي اكتب الاف كونديشن بتاعتي اقول له ايكوال، واكتب الاف كونديشن بتاعتي. تمام، هنا المطلوب مني ايه؟ هاجي اقول له لو البروفايل المين بروفايل بتاعي الهايت بتاعه اكبر من 500، يبقى انا هاجي هنا محتاج ايه؟ محتاج اجيب الهايت بتاع المين بروفايل اللي هو دايما بيتغير معايا، فهاجي اقف على البرايمري بيم. تمام، وهنزل على البارت بتاعي هنا، وهاجي في البروفايل بروبرتي، وباجي انا عايز اختار الهايت بتاعي او الهايت بتاع البروفايل، فاجي هنا واقول له ايه؟ كوبي ريفرنس. تمام، طب ايه الفرق بين كوبي ريفرنس وكوبي فاليو؟ الكوبي فاليو بياخد الهايت بتاع الكاميرا اللي موجوده حاليا، الكوبي ريفرنس ده بياخد الهايت بتاع الكاميرا سواء الكاميرا دي اتغيرت او يعني في المود ذات نفسها، كل ما تتغير كل ما ياخد الايه الهايت بتاعها بشكل مختلف. فانا هاجي اخد الكوبي ريفرنس دي، تمام، بتاع الهايت، واجي اقول له لو الهايت بتاعي هنا كنترول في، لو الهايت بتاعي اكبر من 500، تمام، استعمل بليت 20. انا كتبت هنا السيكنس بتاع البليت. طيب لو هي اقل من 500 هيستعمل بليت تخانته 10. تمام كده، طيب انا هنا هعمل هايد للبارامتر ده لان انا مش محتاج اليوزر يتحكم فيه، ده بارامتر بيعتمد على الممبر ذات نفسه. تمام اوكي كده، وهكمل بعد كده. انا دلوقتي خليته يختار 10 او 20 على حسب البارامتر بتاعي. تمام، هقفل كده closed and save. تمام، لحد كده مفيش اي تغيير هيحصل معايا لان احنا لسه ما عملناش assign للايه للبليت سيكنس زي كل مره. هنيجي نعمل كده edit تاني اهوت، ونيجي نفتح الفاريبل، وهنيجي نشوف هنا القيمه اللي هو واخدها. اكبر من 500،
500 زين 20 إلس 10 إن دي. أوكي هنا لازم بس في حاجة غلط لازم نعدلها. تمام كده هو القيمة بتاعت العشرة أو العشرين اللي احنا كتبناها. طيب ازاي بقى نقصين العشرة دي ونقول له استعمل شيب بليت البروفايل بتاعه زي ما هو مكتوب كده. تعال نشوف البروفايل بتاعنا هنا بيتكتب ازاي. دبل كليك هتلاقيه مكتوب بي ال 10. انا محتاج اكتب الجملة دي بالظبط زي ما هي. دي اكتبها ازاي؟ هي اعمل اد بارامتر جديد. تمام البارامتر الجديد بتاعي ده هكتبه بالطريقة بتاعت البي ال كذا. نكتبها ازاي؟ هنقول له ايكوال هنا ونيجي بين كوتيشن واقول له بي ال واقفل الكوتيشن واقول له زود على كلمة بي ال دي البارامتر بتاعي اللي هو كان اسمه بي 2. تمام طيب انا ما حددتش هنا لسه التايب بتاع البارامتر ده. البارامتر ده احنا قلنا هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروفايل او تمام. فانا هكتب كده بروفايل. فهنا هتلاقي ان الفاليو ذات نفسها اتعدلت بقى اسمها بي ال بلس كام؟ بلس بي 2 اللي هو بقى سواء كان هيطلع ب 10 او 20 على حسب ايه الهايت بتاع الكاميرا بتاعتي. انا مش محتاج اظهر ده برضو واقول له هيد. اوكي هاجي بعد كده انا خلاص كده قدرت اقرا البي ال 10 او البي ال 20 البروفايل بتاعي. محتاج اساين البي 3 ده على الايه؟ على الشيب بليت. فاجي على الشيب بليت بتاعي هنا تمام وهاجي اقول له هو لما اقف عليه هيفتح لي هنا البروفايل. هاجي اقول له ان البروفايل نيم بتاعي سوري احنا هنخش على البروفايل معلش انا اسف. هنرجع هنا تاني نشيل بروفايل بروبرتيز. انا محتاج اخش على الجنرال بروبرتي اصلا البروفايل واجي اقول له ده ايكوال 2p3 تمام وهقول له كلوزد وهقفل سيف كده تمام. اوكي طيب تعالى بقى نراجع مع بعض كده ونشوف هنا البليت ده كام دلوقتي قيمته كام؟ قيمته بي ال 10 تمام. طيب لو انا غيرت الكونكشن بتاعتي هنا وخليتها مثلا 400 كده في حاجة في الكونديشن مش شغالة محتاجين نراجعها تاني مع بعض. هنخش تاني او اديت بسرعة تمام. جنرال قلنا له ان البروفايل ايكوال تو بي 3. نتشك كده ان بي 3 بتاعنا ده بيبقى مظبوط تمام. قلنا له لو هو البروفايل هايت بتاعي اكبر من 500 هيختار 20 لو هو اقل من 500 هيختار هنا في بص هتلاقي ان الجايد اير هو ما قدرش مش عارف يقرا الريفرنس صح تمام. فاحنا هنرجع مره تانية على المين بارت تمام اهوت برايمري وهاجي على البروفايل بتاعي واقول له انا محتاج الهايت بتاعي من هنا. هاجي اقول له لو الهايت ده اكبر من 500 تمام هو كده اه صح. نبتدي نقفل بقى كده الكونديشن كله سليم. نرجع مع بعض مرة تانية تمام. طيب هو كده البروفايل بتاعي هو 400. تعال نكبره اكتر من 500 مثلا زي ما اتفقنا في الكونديشن اهو تمام. هتلاقي ان الشيب بليت بتاعي التخانه بتاعته اختلفت وبقت 20 زي ما اتفقنا فين في الكونديشن اللي موجود. اخر حاجه عندنا في الفيديو بتاع النهارده ان احنا هنخلي اليوزر يتحكم في وجود الاستيفنر اللي في اللي موجود في الباك بتاع السكندري بيم تمام. طيب نبتدي بقى كده نعمل اديت. اوكي هنيجي هنا نخش على البارامتر برضو نزود بارامتر جديد هيبقى بي 4 تمام. بي 4 ده هيبقى كرييت
باك ستيفنر ماشي. وهنيجي نختار التايب بتاعتنا في حاجة اسمها يس اور نو. تمام يس اور نو دي لو انا عايز اكريت ممبر او ما يكريتش على حسب اليوزر هو محتاج ايه. وهنيجي ناخد بي 4 ده ونعمل له اساين على الاستيفنر اللي في الظهر هنا اهو كرييت. هنيجي على جنرال بروبرتي ونيجي نساويه في الكرييشن، نقول له ايه الكرييشن بتاعك ده بيساوي 0 يبقى ما كريتش الاستيفنر ده، لو هو بيساوي 1 هيكريت الاستيفنر ده. تمام ادي بي 4 ونعمل كلوز سيف اوكي. اهو الاستيفنر بتاعنا هنا كده مختفي. لو انا جيت عملت دبل كليك كده وقلت له يس كاريت الاستيفنر ده تمام، الاستيفنر بتاعي هنا اتكاريت. يبقى هنا النهارده استفدنا مع بعض في ان احنا ازاي نتحكم في البولز، وهنكملها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وبدانا في اول لوجيكال كونديشن تمام، وعرفنا ازاي نكتب تكست مكون من حروف وارقام تمام. وفي الحاجه الاخيره اللي هو التحكم في الكرييشن بتاع الاوبجكتس اللي جوه الكاستم كومبوننت. شكرا واشوفكم في الحلقات الجايه.